نرحب بيكم يا جماعه في مركز الدراسات الاشتراكيه وندوه عن اعلام الثوره المضاده، طبعا في الذكرى الثالثه لثوره 25 يناير، ومحاوله لفهم هذا الاعلام، وفي نفس الوقت محاوله لفهم ايه امكانيات وتجارب بناء اعلام ثوري بديل، خصوصا طبعا هو النهارده يعني اهم ما يكون يبقى في اعلام ثوري بديل في الجو الهستيري الشوفيني اللي بنعيش فيه بقالنا حوالي 6 شهور. وسعداء ان معانا النهارده مجموعه رائعه من المتحدثين، هم مش متحدثين بس، هم من الناس اللي شاركوا في ثوره 25 يناير وكانوا نشطاء قبل الثوره وما زالوا حتى الان. طبعا دي مهمه صعبه جدا لانه في الذكرى الثالثه للثوره تعرض للثوره وما زالت، هو يمكن من يوم 11 فبراير، لحملات تشويه من جانب الثوره المضاده، سواء من جانب الدوله سواء من جانب الاعلام مش بس الخاص، حتى الاعلام الحكومي وكل فلول ممكن اي حد يتخيله. ودي حاجه طبيعيه في الثورات المضاده، انها بتحاول انها تبين او ترسم انه كل الثورات هي مساله خيانه وتدخل خارجي واجنبي. ده اللي احنا شايفينه حوالينا، ودي مش اول مره تحصل في الثوره المصريه، في كل تاريخ الثورات سواء الثوره الروسيه، كل الثورات في القرن العشرين حصل نفس الهجوم على الثوره بانكار الحقيقه، وهي انه 18 مليون مصري على الاقل شاركوا في احداث ثوره 25 يناير، كانت ثوره شعبيه جماهيريه قامت ضد نظام فاسد وقمعي. دي هي الحقيقه اللي الاعلام فعلا نجح الى حد كبير في انه يشوش عليها في الشهور اللي فاتت، بل في السنتين ثلاثه اللي فاتت. نفس الوقت بتقابلنا مشكله ثانيه، وهي انه للاسف رغم وجود مجموعات ثوريه رائعه الا انها لسه حجمها صغير ومحتاجه تكبر، هنتكلم عنها شويه، بس للاسف في هذه الساحه الجماعه الوحيده اللي بتحاول انها ترفع لواء ثوره 25 يناير هي الجماعه اللي كانت رافضه لثوره 25 يناير وشاركت في الثوره بس بعد ما تاكد ان الثوره امكانيات نجاحها كبيره وخانت الثوره من اول يوم، هي جماعه الحكام المسلمين. فللاسف هذه الجماعه هي الوحيده اللي وده تدليس بتحاول انها تتكلم باسم ثوره 25 يناير، ولكن هناك مجموعات اخرى فعلا هي كانت وفيه لثوره 25 يناير وما خانتش الثوره على الاطلاق، تجمعت الحمد لله في الفتره الاخيره في جبهه ثوار. فكل دي قضايا هنحاول نلمس عليها النهارده ونلمس على تجارب بناء الاعلام الثوري. معانا الكاتب الصحفي والمعد التلفزيوني احمد سمير، وهو ايضا عضو جبهه ثوار من الاعضاء المؤسسين، مقالاته زي ما نقول وزي مقالات الزميل بلال فضل اللي هم شعاع امل وسط العبث والتخلف العقلي والكد والتدليس. مش كفايه طبعا، بس تبقى حاجه جميله لما تفتح جورنال وتقرا احمد سمير وتقرا بلال فضل. معانا الكاتبه الصحفيه الاشتراكيه دينا سمك، برضو من المناضلين ومناضلات بقالهم سنين بيحاولوا ان هم يقدموا اعلام ثوري بديل، خصوصا الناس بتشتغل في جهه حكوميه، الناس المحترمه جدا بتشتغل في ظروف صعبه، وبرضه بنحاول ان احنا نقدم صوت للثوره حتى في عرين الاسد. معانا الناشطه السياسيه وعضو حركه الاشتراكيين الثوريين زميله جيهان ابراهيم، من الناس اللي فعلا ساهموا بشكل كبير في توصيل صوت الثوره لملايين وملايين خارج جمهوريه مصر العربيه، ومؤخرا وهي بتشتغل في هيئه السايت موقع الاشتراكيين الثوريين قامت بمبادره رائعه هي وبعض الزملاء والزميلات لفتح تلفزيون الاشتراكي. بدل ما ننزل فيديوهات ببعضها هنا وهناك بنحاول ننزلها بشكل ممنهج يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس. هختم هنا عشان ادي فرصه لكل متحدث ومتحدثه حوالي 15 دقيقه هيتكلموا في بعض هذه النقاط، بس عايز اقول انه الحمد لله بمناسبه الذكرى الثالثه لثوره 25 يناير ورغم كل هذه الظروف الصعبه فالاشتراكيين الثوريين يعني فخورين ان احنا نعلن عن الموقع الجديد للاشتراكيين الثوريين، هو اسمه الاشتراكي ريفسوك.مي، موقع رائع رائع رائع، ويمكن
مجرد يعني حاجة صغيرة بنقدر نقدمها في هذه اللحظة من أجل خلق إعلام الثورة. فنرحب بالضيوف وهنبدأ بالأستاذة دينا سمك وبعد كده الأستاذ أحمد سمير وبعد كده الزميلة جيهان. اتفضلي. قلت إنه في 2011 في أكتوبر 2011 كنت بتكلم في ندوة في في وسط البلد وفي تحرير لاونج وكان مصطفى هو اللي بيدير الندوه وكان نفس العنوان بتاع الندوه كان نفس الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه النهارده بالظبط القلم زاد والقلم نقص والغريبه كمان انه في الوقت ده كان كمان علاء عبد الفتاح الصديق الجميل والمناضل الرائع في السجن فاللي هو فكرت يعني هو في يعني هو التاريخ بيعيد نفسه ولا ايه؟ طب دي حاجه المفروض تحسس الواحد بانه متفائل ولا تحسس الواحد بانه يعني بيكرر يعني بندور في حلقات مفرغه حوالين نفسنا وكانه يا ابو زيد ما بزيت ونقعد زي ما كنت بقول بلاعب احمد مصطفى قبل ما نبتدي على طول نقعد نقرا روايات بوليسيه هابطه ونعزل نفسنا عن العالم. الحقيقه لا، الحقيقه انه حصل من يوم الندوه دي تحديدا لحد النهارده بيقول انه لا طبعا انه في حاجات كتير قوي بتتغير على اخر ونجحت يعني نجح المد الثوري ان هو يتخلص من حاجات مشكلات كتير جدا كانت فوق انتظارنا انها عقبه قدام الثوره وانه دخولنا في اختبارات في مواجهتها ممكن تكسر لا احنا كملنا وما اتكسرناش ودلوقتي الموبايل حد تاني يمكن بيستخدم في نفس الاليات والاعلام اداه اساسيه منها بتستخدم نفس الاليات في لحظه احنا شبح فيها شويه اللي كان حاصل بعد سبيرو والتشبيه والاتهامات كل حاجه بتستخدم هو صار الموضوع ده بتستخدم نفس الادوات واحنا مكملين. فالحقيقه لقيت نفسي متفائله جدا. فقلت اشارككم في هذا الاحساس بالتفاؤل وهي لحظات قليله قوي فنحاول نختلصها مع بعض كده قبل ما طيب السؤال بقى هو في يعني يمكن انا ما عنديش اجابات الكلام كتير مصطفى كان بيتكلم عنه في المقدمه رغم انه اسئله بتطرح نفسها في اذهاننا كتير جدا وما عنديش اضافات عن ممكن كلنا دلوقتي عارفينه مثلا على سبيل المثال انه قناه القاهره والناس بتاعه طارق اللي هو كان بيعمل حملات الدعايه بتاعه مبارك ايام ما كان بيعمل له النيو لوك بيطلع ببدله من غير قميص ايام ما كان نازل في رئاسه 2005 فده يعني دي ما بقتش مفاجاه الناس كلها عارفه الكلام ده وانه دريم بتاع احمد دهت اللي واحد من اهم الناس اللي لو فتح تركات الفساد بجد في البلد هيتقال له من اين لك هذا وانه القائمين على اون تي في بعد ما ساويرس بعتها لا يختلفوا عن ساويرس واجندتها اللي هي في النهايه برضه كانت لما طلع قبل في التلفزيون في الديبيت الشهير اللي ما بين علاء الاسواني واحمد شفيق قال لك لا احنا اسقطنا النظام بس مش مع حد الدوله. فالراجل من يعني من بعد 18 يوم هو ايده على قلبه وقلبه في ايده في النهايه يعني في منظومه كلنا عارفينها وعارفين تركيباتها وعارفين حساباتها وبنتفرج على احمد موسى وهو طالع يتكلم عن الساره والشعب وانه لا وانت وحقك ومش عارف ايه ويعني يتهم الناس اللي اتناضت في الشارع من سنه 2000 مثلا او 2001 بانهم خونه وعمله وقالوا مش عارف كلنا عارفين يعني اصل ملفات الناس دي ووجوهها القبيحه يعني بالذات انه ايقاع الحياه سريع جدا جدا مش قدام الناس. هو ده جزء من الموضوع اللي هو كان بيتكلم عليه ان انا بفرض الموضوع دون على الناس، يعني بفرض قررت ان انا افرض الاجنده بتاعت الاستقطاب دي ان انا بتشتم، ماشي انت بتشتم. انا بتشتم على فكره عادي يعني هم ما بيستلطفونيش، بس في النهايه مش ده يعني مش ده القصه، في يعني في ناس هنا تتراجع بقى ازمات اللي هي يعني
على فكره يعني مثلا مش هقول لك بقى هو الفقراء مش عارف، في رصيف دلوقتي بقى الجائلين واخدينه، في مواصلات، في مرور، في في شباب مش عارف سن بطاله مرفوع بسن معين، في ناس، في ازمه، في ازمات حياتيه كبيره، في حقوق انسانيه بسيطه زي الحق ده مش عارف انا يعني حق في ممارسه الجنس، حقوق، في حقوق معدومه عند الناس، في الحق في العمل، في حقوق مش موجوده، في حقوق بسيطه اوليه عند الناس مش موجوده، غير ان احنا متضايقين من الاخوان والاخوان متضايقين مننا. يعني دي على فكره دي مشكله يعني ممكن نتناقش فيها، دي حاجه قايمه ونقعد نتناقش فيها ونقعد نشتف الاخوان عادي يعني، ونقعد نفتح بروفايلاتنا ونقعد نشتف الاخوان ليل ونهار، بس مش دي يعني، دي الحقيقه ان ده مش هم اي مواطن يعني، مش من الطبيعي ان في مواطن يكون يصحى من النوم مهموم بان التيار الفلاني مش لازم الاخوان، بان اليسار تيار شرير يعني، اصل دي مش احد الاولويات اللي المفروض تبقى موجوده في ذهن اي حد. الحقيقة الاولاد دي بيتم فرضها، ان بغض النظر هنا مش الاخوان، هو برضو الاخوان كان في فتره حكومه كانوا بيحاولوا يفرضوا الناس المعاديه اللي على الناس المعاديه للاسلام والناس اللي هي عايزه تقلع الحجاب يعني، كان دون احد الحاجات، وان الرئيس المسلم والرئيس بيحافظ على الاسلام، بس المشكله يعني مش ان دي بتفرض، بيتم فرضها من خلال الاعلام على الناس، وكان هي دي المشكله، هي دي مش المشكله خالص يعني. بس انا حاسس ان انا رغيت كتير وانا اسف على الرغي ده. عادي يعني هضيفهم هنا ويبقى خمس دقايق ممكن يتبقوا ممكن يتم نقشتهم في المناقشه يعني. بس انا بس يعني احب احيي هنا في الاخر يعني استاذ عبد الناصر سلامه وقناه المحور، وانا بعتبر الاثنين دول هم اعظم نموذجين خلقتهم الثوره. استاذ عبد الناصر سلامه كان مع مبارك، وبعد كده بقى المجلس العسكري، وبعد كده مع الاخوان، وبعد كده حاليا مع ان احنا الاخوان اتقتل، الراجل واضح يعني ما عندوش اي مشاكل مع اي حاجه. قناه المحور كانت بتقول على الموجودين في الميدان عملاء، وبعد كده بقت مع المجلس العسكري بوضوح، وبعد كده بعد كده بقت مع مرسي يعني قلبا وقالبا، جايبه كل الاعلاميين اللي هم قريبين حتى من مرسي لغايه 30 يونيو. بعد كده من 30 يونيو فضلت على الحياه يومين، بس من 30 يونيو 3/7 ما كنتش فاهمه ايه الوضع يعني. كان 3/7 بدات نقطه تنتقل دي يعني انا بس يعني الموضوع ملوش علاقه بالموضوع، بس انا حبيت يعني انا اقعد يعني ابلغكم ان انا بحب الناس دي يعني. مع كل بشكر الزميل احمد سمير وحب وقت الاشتراكي، واحنا بنعمل ايه هنا في الاشتراكيين ثوريين في محاوله لبناء اعلام بديل. زي ما دينا واحمد اتكلموا ان احنا يعني الاعلام ده سلاح ودراع للسلطه دايما استخدم ضدنا، واحنا استخدمناه برضو ضدهم في اوقات كتير، فطبعا ما فيش شك ان الاعلام سواء بديل او رسمي هو مؤثر جدا ولعب دور محوري في مش بس في ثورتنا يعني، بس حتى من يعني الناس لما ابتدت تتكلم عن الثورة في مصر بالذات في أواخر 2010 كانت بتتفرج على تونس، كانت بتشوف الصور اللي جاية من تونس، كانت بتتابع على تويتر وعلى فيسبوك اللي بيحصل في تونس، فده في حد ذاته ادى أمل للناس يعني. الصورة بالذات غير الكلمة متهيالي في عصرنا دلوقتي مهمة قوي، ان انت تشوف يعني ايه ثورة. دايما كنا بنقرأ عنها في الكتب ونفتكر ان دي حاجه بتحصل زمان قوي، ومحدش كان في ذهنه حتى او في يعني متخيل مثلا الثوره دي هيبقى شكلها عامل ازاي. طبعا احنا لما شفنا تونس عرفنا شكلها عامل ازاي. ان ده في حد ذاته قوي جدا، فان انت تنقل الصوره وتنقل معركه الشعوب او تنقل الـ يعني المقاومه بتاعه الناس للدفاع عن حقوقها والوصول للحريه والديمقراطيه وهكذا يعني، ده في حد ذاته سلاح قوي جدا في ايد كل حد مننا، لاننا دلوقتي طبعا عايشين في عصر كل الناس معاها موبايلات، معاها كاميرات ديجيتال، وسائل الاتصال طبعا سريعه وممكنة وبسيطة ومتوفرة، بقت متوفرة عن الأول بكتير يعني. متهيالي في مصر الإحصائية إن
لكل شخص عنده موبايلين حاجة زي كده أو خطين يعني موبايل 90 يعني 90 مليون أو حاجة 110 مليون خط موبايل موجود في مصر. فيعني ده ممكن كل واحد معاه خط وشوية يعني وحدة. فطبعا الناس على طول من أول من ساعة كفاية ومن ساعة ظهور الإعلام المستقل اللي هو الخاص الإعلام الخاص قنوات الإعلام الخاصة سواء كانت الجزيرة أو دريم أو المحور أو مع احنا عارفين طبعا وفاهمين كويس جدا القنوات دي مسيطر عليها رجال الأعمال ومسيطر عليها وطبعا ليها أجندات خاصة بيها ما فيش إعلام محايد. فالإعلام البديل اللي هو يملكه الشعب اللي هو إمكانياته بسيطة ومتوفرة سواء كاميرا موبايل سواء كاميرا صغيرة ديجيتال. يعني أنا رحلتي مع التصوير ابتدت بكاميرا البلاك بيري يعني أنا أول أفلام صورتها وعملتها من مظاهرات كنت بشارك فيها وكنت بشاهد قمع فيها كنت باخدها من الموبايل. ما فيش اكيد منكم حد ما شاركش في مظاهره قبل كده ما رفعش الموبايل وخد صوره او قطعه فيديو. بس الفكره ان الحاجات دي الماده دي لما ما بتترفعش او ما بتتنشرش ما بيتمش الترويج ليها او نشرها بشكل عام ويبقى موجود يعني لناس كتيره محدش بيشوفه الا انت يعني. فاهميه الاعلام البديل ده ان انت تنشره وان هو يبقى متاح لاكبر كم من الناس ممكنه. وده يعني ودي كانت تجربتي ان انا كنت دايما لما بنزل المظاهرات حتى قبل ما يعني يبقى عندي كاميرا ان انا كنت بحاول على قد ما اقدر ولا بعرف اعمل مونتاج ولا اي حاجه بس كنت بحاول ان انا اخد اي قطعة فيديو للمظاهرة وارفع ده على اليوتيوب. وكنا احنا يعني كصور او كناس نشطة يعني كنا بنتابع برضو الفيديوهات والمادة اللي كانت بتبقى موجودة في انحاء العالم كله يعني سواء الوطن العربي او في حتة تانية. فنشر المعلومة دي مهم جدا. احنا شفنا ان اكيد طبعا ده استخدام شوية سيء في اول الثورة ان هم سموا الثورة ثورة الفيسبوك وثورة تويتر وان دي هي الوسيلة يعني اللي بتصنع الثورات. وده طبعا مش حقيقي لان احنا عارفين كويس جدا ان لو الناس ما كانتش نزلت في الشارع وشاركت في الشارع وضحت بحياتها وعايز يعني وكانت محبة انها تعمل ده او كانت عاوزة ومصرة انها تشيل مبارك وانها تجازف بحياتها ده كله طبعا ده كان الاداة اللي احنا استعملناها ان احنا نتواصل مع بعض هي كانت الاعلام البديل سواء تويتر او فيسبوك او الحاجات دي. من ساعة الثورة ما ابتدت لغاية دلوقتي وفي محاولات كتيرة من شباب ومن مبادرات مختلفة عن تكوين او صنع الاعلام البديل ان احنا نحاول ان احنا نعمل مبادرات زي مصرين او زي عسكر كاذبون او اخوان كاذبون او في مؤسسة اضف طبعا اللي شاركت في بناء مبادرات كتيرة زي جرامافون وحاجات اخرى تانية ان التوثيق والنشر والحق في الناس انها تبقى المادة دي موجودة مجانة وسهلة وان اي حد ممكن بموبايل او حتى لو ما عندوش لابتوب بس مثلا لو ما لابتوب في الشغل ان هو يقدر ان هو يدخل اونلاين ان هو يقدر ان هو يشوف توثيق الثورة ده يبني ارشيف ده كان يعني ده حاجة مهمة جدا. وده بالاساس معنى الاعلام البديل ان انت مش بس بتبني يعني بتحاول ان انت تنشر المعلومه دي عشان تحاول ان انت تعمل زي ما بنقول الدومينو افكت انها تاثر وتنتشر المعلومه دي وتنتشر الصوره دي بس انت برضو بتوثقها لان ده هيبقى تاريخك يعني دي هتبقى الذاكره للأجيال القادمة اللي هتقاوم وهتكمل طريق الثورة. يعني احنا يعني متهيألي في عصر دلوقتي
التويتر فيد بتاعنا هو اللي هيبقى تاريخ الثورة يعني. مش ودي حاجة يعني كويسة، بس في نفس الوقت الإعلام السلطة بقى يستعملها ضدنا، زي ما الفيسبوك مفتوح لحركة الاشتراكين الثوريين وإن احنا نعمل عليه دعاية ثورية وتحريض واضح وكل ونسمع صوت الطبقة العاملة والأخبار عن العمال والحركة الثورية فين وكده، برضو بنشوف ان بيستخدموا الاداء دي لتشويه برضو الصوار والمحاربة في الصوار وتشويههم وحتى يعني اعتقالهم بسبب مثلا تويتة او ستاتس او حاجة مكتوبة على السوشيال ميديا. يعني دي ما كناش بنشوف ده قبل كده. وطبعا يعني بعد ما السيسي جه من بعد فض الاعتصام رابعة، واحنا شفنا قد ايه الصحفيين واي حد بيحاول انه يوثق او يطلع الحقيقة او ينشر ايه اللي فعلا بيحصل في الارض، ان هو بيتم يعني الانتهاك بيه او بيتم يعني التعدي عليه، او ان هو بيحاول ان هما يسكتوا الناس اللي زي احمد سمير وزي ناس تانية انها ما تتكلمش بتهديدات. طبعا في يعني في مثلا 81 صحفي اعتقلوا، ودول صحفيين كانوا بيأدوا عملهم يعني كصحفيين، ده غير طبعا ال 21 ألف معتقل اللي هم يعني مواطنين او ناس شاركوا في مظاهرات او حاولوا ان هم يعبروا عن رأيهم. فواضح جدا ان البروباغندا السيسي وكل البروباغندا اللي موجودة دلوقتي ضد الثوار وضد الثورة بتحاول انها تقمع الصوت ده اللي هو بيحاول انه يقول الحقيقة او يبقى صوت مختلف عن الاستقطاب اللي احنا فيه اللي هو يا مرسي يا سيسي. فدورنا كثوريين ان احنا نكمل مسيرتنا في تشبيك كل المبادرات الصغيرة اللي موجودة لبناء اعلام بديل قوي. احنا عاوزين نبني كاونتر ماسبيرو، ومسبيرو هنا بكل المعاني يعني سواء راديو سواء كتابة سواء تصوير سواء فن. هي الدولة عندها الأجندة الخاصة بيها طبعا، وعندها إعلامها المشوش والكذاب وكل اللي هو ما فيهوش أي نوع من أنواع الحرية ولا المهنية ولا الحيادية حتى، وده موجود في كل حتة هتلاقوه في الفن في الكتابة في التصوير في الأفلام في الأغاني، يعني في كل حاجة في كل حاجة من ماسبيرو اللي هو موجود ده. احنا محتاجين ماسبيرو المضاد ليها، محتاجين الأفلام الثورية، محتاجين الدعاية الثورية، محتاجين الكتابات الثورية، محتاجين. وعشان نعمل ده هياخد وقت وهياخد تنظيم. يعني عاوزين احنا في التلفزيون الاشتراكي لما ابتديناه كان بالاساس 2 أو 3 يمكن اللي بيصوروا وبيرفعوا المادة دي على الشانلز او القنوات بتاعتهم الخاصة على اليوتيوب. بعد اطلاق التلفزيون الاشتراكي احنا بقى عندنا مراسلين كتير، عندنا اكتر من 275 فيديو عليه اكتر من 100,000 مشاهد، في 2,300 متابعين للقناة بتاعتنا على اليوتيوب. وده نجاح في حد ذاته، ان قبل كده ما كانش عند يعني كان ناس بتتابع اشخاص، دلوقتي انت بتتابع تلفزيون الاشتراكي اللي هو بالاساس منحاز للطبقة المضطهدة سواء عمال او طلبة او ثوريين او مهمشين او اقباط او مرأة، بتقدر ان انت تتابع فعالياتهم مظاهراتهم وكمان حتى المعارض الفنية اللي هي معمولة عن الثورة او الحفلات الاغاني. يعني الفكرة ان ماسبيرو المضاد ده
مش هيبقى بس كاميرا ومش هيبقى بس كتابة ومش هيبقى بس جريدة، بس المفروض هيبقى كل الحاجات دي. واحنا بنتهز يعني الفرصة ان احنا في الندوة دي النهاردة وبنتكلم عن الاعلام والثورة بعد 3 سنين، وندينا نفسها بقالها 3 سنين بتفكر في ازاي نعمل يعني نصنع الاعلام البديل. هو بالاساس هي فكرة، فكرة المسبير والمضاد دي محتاجين كل حد بيؤمن بالفكرة دي ان هو يتابعنا ويشارك معنا ويبقى مراسل لينا، حتى لو هو مش اشتراكين ثوريين يعني، بس لو هو منحاز للثورة، لو هو منحاز للطبقات المضطهدة اللي احنا عندنا دلوقتي موقع بوابة الاشتراكي وعندنا تلفزيون الاشتراكي، ان هو يقدر يشارك معنا، ان هو يراسلنا، ان هو يقدر يكتب لنا. انا عارفة ان الاستاذ احمد هنا هيكتب كتب لنا مقال او اخذنا ان احنا ممكن بالضبط يعني يشارك بمقالات. مهم جدا اصوات الناس اللي هي معبرة عن الثورة في بحر الثورة المضادة ده، ان احنا نجمعها ونلنكها ونشبكها ببعض عشان نبني المسبير المضاد ده اللي هو هياخد سنين. يعني ده مش حاجة هنقدر ان احنا نعملها في سنة او ان احنا كاشتراكين ثوريين نعملها لوحدنا. احنا بالتأكيد محتاجين كل الدعم، وتابعونا على صفحة الاشتراكين الثوريين وعلى تلفزيون الاشتراكي وعلى موقعنا بوابة الاشتراكي. شكرا.